طيب دلوقتي هنتكلم عن first order. في حاجة عندي اسمها order of differential equation والديجري بتاعتها، في degree of differential equation. ايه الفرق بين الاثنين؟ الديجري بتاع ال differential equation هو ان انا بختار الباور اللي على اعلى highest order. طب بنتكلم عن الاوردر الاول، انا لو الايكويشن بتاعتي فيها y dash plus y equal 1 مثلا، يبقى انا دلوقتي كده first order. ليه؟ لان انا عندي first derivative. طب ال y triple dash او ال y triple dash زائد y double dash زائد y دي من الاوردر الكام؟ دي third order وهكذا. طب الديجري، الديجري بقى لو انا كتبت y dash زائد y equal 1 وهنا في باور 3 وهنا في باور 2، طب يبقى هي من الديجري كام؟ هتبقى second degree. تمام. طب لو عندي y double dash زائد y triple dash زائد 1 وهنا في باور 2 مثلا، يبقى دي من الديجري كام؟ دي من الديجري 1. ليه؟ لأن أنا بختار الـ highest order اللي هي أعلى مشتقة وأشوف البار اللي عليها، فدي 1 تبقى دي first order. تمام. ده حاجة كده بسيطة. نيجي بقى نشوف احنا بنحل ازاي الـ first order rule. في شوية ميثود كده عندي. أول ميثود بالنسبة لي هو السيبرابل. ايه السيبرابل دي؟ من اسمها كده إن أنا بعمل سيبريت. بعمل سيبريت ازاي؟ أنا بيبقى عندي equation في الـ x والـ y. لو أنا قدرت أعمل إن أنا أخلي يساوي دي طرف هنا function في الـ s اللي هي مثلا f of x dx، والطرف التاني في g y دي واي، دي كده سيبرابل، اقدر اكملها عادي بمنتهى السهوله. طب عندي حاجه تانية اللي هو الريديوس تو سيبرابل. دي بقى بنعمل فيها ايه؟ دي مثلا بيبقى عندي تان مثلا جواه اكس زائد واي زائد 1، تمام، وهنا مثلا واي داش مثلا. طب دي نحلها ازاي؟ لما الاقي حاجه جوه قوس كده اخد اللي جوه القوس افرده بيو مثلا واجيب الدي يو واعمل سبستيتيوشن الاقيها برضو وصلت للشكل ده، اقدر اعمل لها سبرة. تمام. دي اول حاجه بالنسبه لي. تاني حاجه الهوموجينيس. ايه الهوموجينيس؟ الهوموجينيس دي ان انا بيبقى عندي معادله كل الباور بتاعها واحد حتى لو اختلفنا. يعني ايه؟ يعني واي سكوير زائد اكس واي زائد اكس سكوير مثلا ايكوال y داش مثلا. طيب دي تبقى ايه؟ دي تبقى اللي هو homogeneous في تو سكوير، في ان انا عندي هنا مثلا باور 2 هنا باور 2 x of y هيديني باور 2 وال x سكوير، فده تعريف homogeneous عامة. تمام. عندي مثلا لو عاوزين سؤال مثلا كده هلاقي ان انا y، او ده مثال كده x سكوير زائد y سكوير مثلا dx x equal y dy او x هنا x. طيب هنا دي كده باور 1 صح؟ طب هنا ده باور 2 تحت الجذر يبقى باور 1، هنا تحت باور 2 تحت الجذر باور 1، هنا باور 1، هو ده الهوموجينيوس. تمام. طيب لو انا وصلت للسؤال هنا وعاوز احل، احل ازاي بقى؟ هحل بطريقتين، يا إما أوصل للشكل إن كل المعادلة كل الترمز في المعادلة y على x، أو إن أنا أوصل x على y. بعد ما أوصل لكده هعمل هنا إن أنا أسيوم ده مثلا، أسيوم ده بيو، وتبقى بالنسبة لي u y equal u في ال x. أجيب ال du وأشتق ده عادي، وبعد كده أشيل كل الترمز دي وأحط مكانها يو، وأشيل الدي واي وأحط مكانها الترم ده، وهتطلع بالنسبة لي إن هي هتوصل بعد كده إيه؟ نسبة. طب لو أنا اخترت إن هي تبقى بالشكل ده، هفترضها مثلا بيو برضو أو في أيا كان، وأقول إن الإكس هو بقى في في اليو، والدي إكس إيكوال الدريفاتيف بتاع الترم ده. طيب أنا بختار ده ولا ده على أساس إيه؟ بختار ده او ده على اساس الاسهل بالنسبه لي. طب وانا اعرف مين الاسهل بالنسبه لي؟
لو كان هنا مثلا ايه، هنا ده ترم واحد، الدي اكس مضروبة في كل ده، يبقى انا الاسهل ان انا اعوض عن الدي واي، يبقى انا ساعتها عاوز اجيب ايه، دي واي يعني اخد اليو، يبقى انا ساعتها السؤال زي ده هقسم على الاكس في كله، هتبقى هنا اكس، هنا هتكون واحد، وهنا هتكون واي على اكس في كل سكوير، وهنا هتكون واحد، ويبقى لي هنا ترم الدي واي هشيله واحط الدريفاتيف دي، تبقى اسهل بالنسبة لي. تمام كده. طب انا ممكن يجي لي reduced to homogeneous، هيجي ازاي؟ هيجي على هيئة بقى two lines. two lines ازاي؟ لو انا عندي one a1 x زائد b1 y زائد c1 في ال dx زائد a1 2 a2 x زائد b2 x زائد c2 مثلا في ال dy equals 0. دول two equation، في هنا عندي constant term، يبقى انا دلوقتي الكونستانت تيرم ده اللي بالنسبه لي هو اللي بوظ لي السؤال، هو اللي بوظ لي السؤال. احله ازاي بقى؟ اولا اشوف دول تو لاينز هل هما بارلل ولا لا. تمام، فهقول A1 على A2 بتساوي B2 بتساوي B1 على B2، لو طلعوا بيساووا بعض يبقى هما بارلل، يبقى انا ساعتها هعمل ايه؟ هقول هاخد الترم ده مثلا، هيقول ان let z equal a1 x زائد b1 y. تمام، طيب ده هيبقى بالنسبه لي الكونستانت اللي هنا، لو ده بيساوي مثلا k فهلاقي ان الترم ده بالنسبه لي بقى k z مثلا، ساعتها هلاقي الزد والاكس زد، وساعتها تكون حاجة زي سبيرابل عادي. طب نفترض ان ال A1 على A2 ما سواش ال B1 على B2، هنفكر بقى في قصة ان احنا نعمل نقل للمحاول، هو translation of axis. طب ازاي؟ على طول كده من غير خطوات كتير هقول ان ال X small هو X capital زائد ألفا، وال Y small هو X capital زائد بيتا. طب ايه هي الالفا والبيتا؟ الالفا والبيتا هاخد الايكويشن دي كده هحلها مع الايكويشن دي، هتتقطع في نقطة، النقطة اللي هتتقطع دي مثلا لو هي سي هتكون الفا وبيتا. تمام، بس فانا هروح فارض الفرد ده، هشيل كل اكس واحط ده. طبيعي التعويضة دي بتعمل ايه؟ بتخلي الاكسس بدل ما هي كانت عند الاورجين هنا مثلا، لا هي هتخليها عند نقطة التقاطع. طب وانا استفدت ايه لما هي تكون عند نقطة التقاطع هنا مثلا؟ ساعتها الكونستنت ترم ده هيختفي، اول ما يختفي هتبقى سؤال هوموجينيوس عالي اقدر احله. طب كده اتكلمنا على الريديوس، كده اتكلمنا على السيبرابل والريديوس تو سيبرابل، وبعد كده اتكلمنا على الهوموجينيوس والريديوس تو هوموجينيوس. نيجي بعد كده بقى للاكزاكت، اكزاكت او دي اي. exact ODE دي معناها ايه؟ ان انا دلوقتي بيبقى عندي function مثلا n في ال x وال y، ال n دي اللي هي دايما بتكون مع ال dx زائد m dx y، دي بتكون مع ال dy. تمام، طيب equal 0، لازم الاول يكون طرف هنا 0، لازم اجيب ال m، ال m في ال x وال y dy، يعني كله يكون في طرف واحد وهنا 0. بعد كده نبدأ نتكلم بقى نعمل ايه. هاخد دي كده اللي هو ال n، اعمل لها partial n، اعملها partial n partial، سوري معلش، دي هتبقى ال m ودي هتبقى ال n. اخد ال partial n دي مع ال n مع ال y، يبقى انا هعمل لها partial with respect to ال x، وبعد كده هعمل partial m الام مع مين؟ مع الدي اكس، يبقى بارشال ام بارشال واي، اشوف بيساووا بعض ولا لا. طب انا عندي حالتين، بيساووا وما بيساووش، لو كانوا بيساووا يبقى دي سؤال اكزاكت، يبقى انا هعمل شويه خطوات. ايه هي الخطوات بقى؟ الخطوات بالنسبه لي ان انا عارف دي كده بالنسبه لي ده الجزء اللي في الفانكشن، الاجابه السوليوشن بتاع الايكويشن دي هي اف مثلا كابيتال الاكس والواي. طيب ده الجزء بتاع الاكس،
انا لو خدت الام في اكس اوف واي عملت لها انتجريشن وذ ريسبكت تو الاكس وهضيف عليها فانكشن في الواي يبقى هو ده الحل. او برضو اخد الان واقول ان الاف هو عباره عن انتجريشن الان في الدي واي زائد فانكشن في الاكس اللي هي مثلا جي اوف اكس مثلا، تمام؟ فبالتالي اول ما الاقيها ان هي اكزاكت خلاص على طول هاخدها اقول ان اف مثلا اقول دي او دي، اقول اف انتجريشن الام في الاكس والواي دي اكس زائد جي اوف واي، وبعدين الام اوف اكس واي هقدر اكملها واجيب الترم ده، تمام؟ بعد كده اقدر اجيب من هنا كده الدي بارشال اف بارشال واي. ايه هو بارشال اف بارشال واي؟ هو الان، صح ولا لا؟ يبقى انا كده جبت الجزء ده. طب انا استفدت ده ايه؟ انا لما اجيب الاف هتبقى حاجه كده بالنسبه لي، اف مثلا اكس سكوير زائد اكس زائد 2 زائد جي اوف واي. انا عاوز اجيب الجي اوف واي، يبقى انا هعمل لها بارشال ويز واي، هعمل ديريفاتيف ويز ريسبكت تو واي، هيبقى بارشال اف بارشال واي، تمام؟ الترمز دي كلها تطير مثلا وهتبقى جي داش اوف واي. طب انا عاوز اجيب الترم ده، الترم ده بالنسبه لي هو الان. ليه؟ لان انا لازم ابقى عارف ان انا الاف بارشال اف بارشال اكس دي الحاجه اللي ما بتبقى مع الدي اكس اللي هي ايه، اللي هي الام. طب والبارشال اف بارشال واي هي الحاجه اللي بتبقى مع الدي واي اللي هي الان، تمام؟ طب بعد ما اعمل الخطوتين دول كده خلاص، كده انا بالنسبه لي جبت الجي واي وكده جبت السوليوشن اللي هو اف اكس اوف واي هو بيساوي زيرو، فهجيب الترم ده كده كله واساويه بزيرو، يبقى هو ده السوليوشن بتاعها. طب نفترض فرض تاني بقى ان انا جبت الدي ام باي دي اكس باي دي واي وسويناها بالبارشال ام بارشال اكس، جينا نشوف هل بيساوي بعض ولا لا، لقيناهم ما بيساووش بعض. ساعتها بقى هنروح نجيب الانتجريتنج فاكتور. الانتجريتنج فاكتور اللي هو ميو، الميو بيساوي ايه؟ بيساوي ايه كده باور، باور حاجة، باور ايه؟ باور انتجريشن نيجاتيف، هنا هيبقى فيه نيجاتيف انتجريشن بارشال ام بارشال واي ناقص بارشال ان بارشال اكس، اللي انت ده اصلا بتبقى جايبهم هنا، صح؟ اللي انت بتبقى جايبهم على الان، وهالانتجريشن ده وذ ريسبكت تو الاكس. كده انت جبت الميو. طب الميو دي بالنسبه لي ايه؟ الميو دي بتبقى بالنسبه لي حاجه زي ترم كده، لما اعمل ملتبلاي في الاو دي اي ديفرنشال ايكويشن، الايكويشن كلها تتحول ساعتها ان يديني ان البارشال ان بارشال واي ايكوال بارشال ان بارشال اكس، فهروح اخد الميو، تمام؟ اخد الميو اضربه في الايكويشن كلها تتحول بالنسبه لي للاكزاكت ايكويشن. ساعتها على طول هعمل نفس الخطوات، هجيب الاف هي عباره مثلا، نعكس بقى المره دي هنبقى انتجريشن ام with respect to y زائد h of x، اقدر اجيب ده عادي، وبعد كده اجيب partial f partial x عن طريق الايكويشن دي، اعمل integration هنا، فهيبقى في term ال h dash of x بتساوي ال m، اعمل مقارنه compare الاقي ال f اللي اجيب ال h dash of x، اجيب اعمل بعد كده ال h هتبقى عباره عن integration h dash of x، كده جبت ال h، كده جبت الايكويشن كلها، كده ال f equal 0، فهجيب كل الترم ده بقى الترم ده كده وهساويه بالزيرو، كده solution وصل. طب اخر حاجه برضه عشان نبقى قلنا كل حاجه، الميو دي لو في ال x، طب الميو دي لو في ال y هنعمل ايه؟ هتبقى عباره عن integration، معلش هو لو في ال لو في ال x هتبقى positive، لو في ال y هتبقى عباره عن e power integration negative partial هتبقى عبارة عن partial m partial m partial y ناقص partial n partial x، تمام؟ على ال n المرة دي.
على الام المرة دي دي واي. تمام كده احنا قلنا الاكزاكت. كده بقى لنا ايه؟ بقى لنا اللينير ديفرنشال ايكويشن. طيب ايه جزء اللينير؟ جزء اللينير يعني ايه؟ او إيه؟ امتى اقول على ديفرنشال ايكويشن ان هي لينير؟ انا بيبقى عندي مثلا واي داش صح زائد واي ايكوال فانكشن في الاكس مثلا، وهنا بيكون في فانكشن في الاكس صح. طيب لو انا وصلت للشكل ده كده، لو وصلت للشكل ده ايه هو الشكل؟ ان يكون الكوفيشن بتاع الواي داش بواحد، ان يكون في واي واقف معاها حاجات في الاكس، وان يكون الطرف التاني كله فانكشن في الاكس. ساعتها الجزء ده بقول عليه بي اوف اكس، والجزء ده بقول عليه كيو اوف اكس. ساعتها على طول الخطوات بتبقى سهلة بقى. ميو هقول ان الميو عبارة عن اي باور انتجريشن بي اوف اكس في الاكس، وبعد كده هقول ان انا الواي اليو هتبقى عبارة واحد على ميو انتجريشن ميو في الكيو دي اكس زائد كونست. ايه هو الكونستنت ده بقى بالمرة؟ الكونستنت ده هو ناتج عملية التكامل دي، ولكن انا بحطه عشان ما انساش ان انا عندي واحد على ميو مضروب في الكونس. الناس اللي بتحلها عبارة عن ميو، تكتبها كده ميو في الواي ايكوال انتجريشن ميو كيو دي اكس، ده هيطلع لهم نفس الحل بتاع الفورمولا. طيب الايكويشن دي نسميها ايه؟ الايكويشن دي نسميها لينير ان واي. طب في لينير اوف اكس ان اكس؟ اه في لينير ان اكس. انا لو عندي x داش زائد حاجة في ال x، والحاجة دي هتكون b of y بتساوي حاجة في ال y بس اللي هو q of y، برضو هجيب الميو ودي تبقى linear في ال x. هجيب الميو هتبقى عبارة عن e power integration b of y dy. هجيب ان ال solution ساعتها هيكون x 1 over mu mu q دي واي زائد السي. طب ده اللينير. في بقى ريديوس تو لينير، اه في ريديوس تو لينير اللي هو حاجه اسمها البرنولي ديفرنشال ايكويشن. ايه برنولي ديفرنشال ايكويشن؟ انا الفورم بالنسبه لي العاديه هي الواي داش مثلا زائد بي اوف اكس صح واي ايكوال كيو اوف اكس. دي لو لقيتها هقول عليها لينير. طب في حاجه ممكن تبوظ الكلام ده، ايه؟ ان الترم ده كده لو كان اتضرب مثلا في يو في في واي باور ان مثلا، ساعتها انا عاوز اعمل ايه؟ ساعتها انا عاوز احولها للشكل العادي من غير يو في ان، ان انا يكون عندي الجزء ده اكس بس. طب انا عاوز اخلي الجزء ده اكس بس، خلاص هقسم على اليو في ان، يبقى عندي يو باور نيجاتيف ان يو داش زائد بي اوف اكس واي بار نيجاتيف ان واي ايكوال كيو اوف اكس. طيب الترم ده بالنسبه لي هيكون عباره عن واي 1 ماينس ان صح كده؟ انا ممكن نشيل ده خالص. طب ايه المشكله دلوقتي عندي؟ اتحلت شويه بس عندي الترم ده عاوز اغيره. اغيره ازاي؟ عاوز اشيل ده كده كله، اشيل ده كله اعمل ايه؟ اخد الترم اللي هو مع الفانكشن في الاكس، بيبقى فيه فانكشن في الاكس هنا مضروبه في حاجه في الواي، الواي ده بيبقى باور حاجه. اخد الواي باور 1 ماينس ان دي في الزد تمام، واعمل سبستيتيوشن، اجيب الدي اكس الدي زد باي دي اكس مثلا يساوي 1 ماينس ان 1 minus n e باور، هنقص ده هتبقى اللي هو e باور minus n في dy by dx. ايه هو dy by dx؟ dy by dx اللي هو y داش اللي هو الترم ده. ساعتها ظهر لي الترم ده في substitution، يبقى انا بالنسبه لي هشيل ده كده كله واحط مكانه z داش. z داش ده بيبقى مقسوم عليه 1 minus n صح زائد
بي اوف اكس الترم ده الجزء ده كده كله هو عبارة عن الزد زائد فانكشن في الاكس عادي كده. ساعتها انا حولتها للينير في الزد، هضرب في الجزء ده في كل الايكويشن تتظبط. بعدها على طول اروح حالل بقى بالطريقة العادية، اجيب الميو واكتب زد هي 1 اوفر ميو الانتجريشن بتاعي. تمام كده جزء الفيرست اوردر كله خلص، ولمينا كل الحاجة اللي اتقالت فيها.